ليلة ملتهبة أخرى تشهدها بغداد على وقع استمرار الصراع بين الأحزاب بعد الانتخابات الأخيرة. الميليشيات الرافضة لنتائجها تجمعت مرة أخرى، ولكن هذه المرة قرب مطار بغداد الدولي لإقامة نصب تذكاري لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتلهما في ضربة أمريكية. هذه الخطوة جاءت رداً على توتر مع القوات الأمنية عندما حاولت منع تعليق صورة للمهندس في ساحة الفردوس ببغداد، وذلك من باب النكاية السياسية لا من باب ملف الإرهاب الأسود لهذا الرجل الذي يتغنى أنصاره ببطولاته في قتل وتشريد مئات آلاف العراقيين وإحالة منازلهم إلى رماد. عناصر الميليشيات وضعوا يدهم على حقيقة هذا التوتر الذي يأتي في سياق الصراع الحزبي على نتائج الانتخابات، وظهر ذلك جليا عندما هتفوا ضد الكاظمي. بلغ الكاظمي خليل دم حدودة فكف فكة سالف فلوس مقصودة فكف فكة سالف فلوس مقصودة حال الطاولة يا الكاظم هوان حال الطاولة يا الكاظم هوان. وما بين مهدد بقطع أذني الكاظمي وبين مهدد بقطع يده، يتحول هذا الرجل ومنصبه الحكومي إلى بريد لرسائل النار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للميليشيات. ولذلك الذي يرفع صورة المهندس نقطع يده. مرحلة الصدام العسكري المباشر بين شركاء العملية السياسية قادمة لا محالة، فبعد أن فشلوا في إدارة البلاد فشلوا أيضا في إدارة نظام المحاصصة. فشركاء الخراب وإن اتفقوا في المنهج لكنهم يختلفون على أدنى المطامع وأصغرها. لأن حياتنا أرواحنا وجودنا بالمهندس سليماني.